دائما أنا من مدافعي أصحاب الشهادات وأصحاب المستوى العالي، وبالتالي أردت اليوم أن أتكلم وأمامي ورقة. أسأل الله أن يوفقني ويكون لن تكون لدي عثرات لسانية أو أخطاء لغوية، حتى يتمكن بعض الإخوة الحاضرين بأن هناك فرق ما بين الشهادة الجامعية والمستوى الجامعي. هناك أشخاص لديهم شهادة جامعية ولكن ليس لديهم مستوى جامعي، وهناك أشخاص لديهم المستوى الجامعي وليست لديهم شهادة جامعية. وكثير من العلماء الحاضرين معنا عليهم البحث نوعا ما في حياة كثير من الشخصيات العالمية التي تسير العالم اقتصاديين وحتى سياسيين، وستتضح بأن الشهادة لا تعني شيئا.